L'édito. كلمتين خفاف نظاف للنايب القصاص. العيب الاول مش في الكلام، العيب الاول في الزمان اللي خلى خفيف العقل وبسيط الفكر يولي في صف الاخيار ينظر على الناس، يكتب الدستور ويناقش القوانين بلغه الشارع والكياس. العيب الثاني مش في اللي انتخبوه وللتأسيس يوصلوه، العيب في اللي رشحوه في القائمة حطوه، باعوا بيه وعود وأحلام واستبلهوا الشعب المسكين اللي جد عليه الصحة والنقل بلاش. العيب الثالث مش في اللي سكتوه واعتبروا كلامه إهانة للمرأة والمجلس والمقام، العيب في اللي سمعوه وقالوا له واصل الكلام عندك دقيقة أخرى باش تكمل الحديث. العيب الرابع مش في المرأة اللي تخصف الساقين وتربي الأولاد وتهز تعب سنين والفم زاهي وفرحان، العيب في اللي معرفش الكار وما قدرش القلب الحنين واعتبروا ضعف واستنقاص. العيب الخامس مش في النواب اللي وقفوا ضد الإهانة والسبان والكلام البذيء في مجلس المنتخبين، العيب في اللي مستنسش وما يفرقش بين الحرير والترقال وقال كلام ما يتقالش لا في النساء ولا في الرجال. لذا الملام مش عليك والكلام معاك لا ينقص لا يزيد وما يفيد فيك كان أقوى الجداد. الزمان تعكس، الورد تسب والبصل تغرس.